هل للخيانة أشكال عديدة أم هي شكل واحد فقط؟ إليكم التصرفات الخمس التي يمكن إدراجها في خانة الخيانة في الحياة الزوجية. الغموض: العلاقة التي يكتنفها الغموض من قبل أحد الطرفين هي نوع من أنواع الخيانة، فعدم الوضوح وكتمان الأسرار عن الشريك شيء غير مقبول، كون الحياة الزوجية تقوم على المشاركة في كافة أمور العائلة ومنها أمور الشريك بالتأكيد، إذ قد تساور الشكوك أحد الزوجين لجهة الخوف من نشوء علاقة خفية أو انجذاب لشخص آخر، وهو ما يولد التشنج والشك بين الزوجين ويدفع بهما للمشاكل دوما. التغزل بالآخرين: هي من الأمور التي يقوم بها الرجال أكثر من النساء حقيقة، حيث أن التغزل والكلام الجميل عن الأخريات دون توجيه كلمة حلوة للزوجة هو خيانة للحب والعشرة بين الزوجين. وكثير من النساء يحاولن جاهدات لفت أنظار الزوج ونيل المديح والغزل منه، لكن بعض الرجال لا يقدرون هذه الناحية ويوجهون كلامهم المعسول ونظراتهم الولهانة للغريبات، وهنا تشعر المرأة بخيانة الرجل لها، ويمكن أن يكون الأمر معاكسا وأن تهتم الزوجة برجال آخرين غير زوجها وتقدر ما يقومون به، فيما لا تعير اهتماما لمجهود زوجها وسعيه الدائم لتحقيق رغباتها. الفتور في العلاقة الحميمية: وجدت العلاقة الجنسية بين الزوجين ليس فقط لإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة، وإنما أيضا لتوطيد العلاقة العاطفية بين المتزوجين وتقويتها، وهي أفضل وسائل التعبير عن الحب والإعجاب بالشريك. عندما تصبح العلاقة الحميمية فاترة وغير مهمة لأحد الشريكين اتجاه الآخر، فإن في ذلك نوع من الخيانة لا يجب التغاضي عنه، كون هذا الفتور يمكن أن ينسحب على العلاقة بأكملها بين الزوجين وأن يخلق جوا من التوتر والمشاكل بينهما. العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي: مهما كان نوع هذه العلاقات ومدتها وكيفية حصولها، فإن صرف الوقت والجهد على الآخرين دون الاهتمام بالشريك يعتبر خيانة وإن لم تكن جسدية. ومن المعروف أن معظم العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت سبباً في دمار كثير من البيوت الزوجية وانتهاء علاقة الأزواج ببعضهم. حتى وإن كانت بريئة بنظر البعض، فالاهتمام الأول يجب أن يكون للشريك وللعائلة وليس لأشخاص افتراضيين. الشكوى الدائمة: عندما يبدأ أحد الزوجين بالشكوى الدائمة من كل شيء في البيت وفي العلاقة الزوجية، فهذا يعتبر قلة تقدير لحب الشريك وتضحياته وسعيه الدائم لتحقيق الأفضل لصالح الآخرين في العائلة. فالحياة الزوجية تتطلب التضحية والصبر من كلا الزوجين، لكن أن يتخذ أحدهما دور الضحية ويتحول لشخص متذمر وكثير الشكوى من الأعمال التي يقوم بها لأجل العائلة دون أي تقدير لما يقوم به الشريك الآخر في هذه الناحية، فلا يمكن أن ينظر إليه إلا كخيانة من نوع خاص. شاركونا آراءكم: هل وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير عكسي على الحياة الزوجية؟